حلب تقصف، ما التفاصيل لديك يا ماجد؟ نعم، اليوم منذ قليل بدأ الجيش الحر باقتحام مدرسة الشرطة. الآن الجيش الحر داخل هذه المدرسة، داخل مدرسة الشرطة. نرجو الدعاء للمجاهدين الآن، يا رب هم في يا داخل رب. مدرسة الشرطة وتحديدا عند مبنى قيادة الشرطة داخل هذه المدرسة. طبعا اشتباكات عنيفة جدا تجري في تلك المنطقة، مدرسة الشرطة ومنطقة خان العسل بين الجيش الحر وكتائب الأسد. الآن الطيران الحربي أيضا يقوم بقصف عنيف جدا على محيط مدرسة الشرطة، يستهدف الجيش الحر لمنعه من التقدم والسيطرة على هذه المدرسة التي تعتبر آخر معاقل النظام في ريف حلب الغربي وأقرب نقطة إلى بوابة حلب من الجهة الغربية. الآن كما ذكرت الجيش الحر يحتاج إلى الدعاء من جميع السوريين، لأنه يا الآن رب داخل مدرسة الشرطة، وبإذن الله تعالى في الساعات أو الأيام القليلة القادمة ستكون هذه المدرسة تحت السيطرة الكاملة. بإذن الله. بالانتقال إلى الوضع الميداني الآخر في مدينة حلب وتحديدا في أحياء مدينة حلب، طبعا أحياء حلب القديمة هي الأبرز في هذه الأيام، تشهد اشتباكات عنيفة جدا بين الجيش الحر وكتائب الأسد. كتائب الأسد تحاول على مدار الساعة استعادة المسجد الأموي الكبير الذي استعاده الجيش الحر منذ فترة، لذلك عصابات الأسد تشن حملات في كل يوم لاستعادة هذا المسجد وفك الحصار عن قلعة حلب التي أصبحت الآن محاصرة بشكل كامل من قبل الجيش الحر. إضافة إلى اشتباكات أيضا في محيط مطار النيرب العسكري وتحديدا عند بلدة تل شغيب، قوات النظام أيضا تحاول فك الحصار عن مطار حلب الدولي. المجاهدون حتى الآن لم يعني حتى الآن الجيش النظامي لم يتمكن من فك الحصار عن مطار حلب الدولي بصبر وثبات المجاهدين في تلك المنطقة. يعني عموما الاشتباكات مستمرة أيضا في ولكن متقطعة نوعا ما في محيط مطار كويرس، محيط مطار منغ، إضافة إلى بعض أحياء مدينة حلب كحي الصاخور وحي كرم الجبل، إضافة إلى حي صلاح الدين وحي الشيخ سعيد. هذه الأحياء تشهد على مدار الساعة اشتباكات متقطعة بين الجيش الحر وكتائب الأسد. طبعا تعرضت العديد من البلدات والقرى في ريف حلب وحتى أحياء مدينة حلب للقصف المدفع من قبل قوات النظام، قصف على مساكن هنانو، قصف على بعض أحياء حلب القديمة كحي باب الحديد بالهاون، قصف بالدبابات على حي الصاخور، إضافة إلى قصف بصاروخ سكود على مدينة الباب، أيضا قصف بالمدفعية وراجمات الصواريخ على بلدة حيان وبلدة عنادان في ريف حلب الشمالي. نعم أخي ماجد، أسكود سقط داخل مدينة الباب. ولله الحمد هذا الصاروخ سقط بين مدينة الباب وبين مدينة تادف، ولكن هو أقرب على مدينة الباب، سقط في مكان خالي ولله الحمد لم يصب أي أحد بأذى. نعم، ما أثر إسقاط الطائرة على نفوس الحلبيين أخي ماجد؟ بالنسبة إلى إسقاط الطائرات، طبعا إسقاط الطائرات أصبحت يعني أصبح أمر عادي، إسقاط الطائرة كتدمير الدبابة، يعني الطائرات الأسدية تتهاوى كما الدبابات تتهاوى، يعني أسلحة النظام كلها الآن أصبحت خردة بيد الشعب السوري. الطيران الحربي يعني أصبح تدمير الطيارة هو يعني كتدمير الدبابة، كلاهما نفس الشيء. الناس اعتادت على الطيران الحربي واعتادت على الدبابات واعتادت على كل أنواع الأسلحة التي يقوم هذا النظام المجرم بقصفها على الشعب السوري. ماجد عبد النور مراسل شبكة شام، كنت معنا على الهواء مباشرة من مدينة حلب الشهباء، شكرا لك يا